علا، ما هي الحياة عند الكائن الحي؟ من وجهة نظري الكائن الحي عبارة عن جسد، هذا الجسد بيقدر بعد الولادة إنه ينمو ويأكل ويتعلم كيف يتفاعل مع المحفزات المختلفة، وبالنهاية بصير يقدر يتكاثر. كلامك مثير للاهتمام يا علا، إنك تحكي إنه الكائن الحي عبارة عن جسد، بدل ما تحكي إنه الكائن الحي يمتلك جسد. لا تنسي إنه في كتير ناس حالياً تعتقد إنه في كائنات حية لديها ما يعرف بالروح. نعم، وأنا بوافق هدول الناس بالرأي، كان لازم أحكي إنه الكائنات الحية تمتلك أجساد بدل ما أحكي إنها عبارة عن أجساد. معناته أكيد بتوافق على كلامي لما أحكي إنه الذباب والفيران تمتلك أرواح مهما كانت ضئيلة، لأنها كائنات حية تمتلك أجساد. تعريفي للحياة بيتماشى مع كلامك. نعم، طيب بما أنك حكيتي أنه الكائنات التي تمتلك أجساد لديها أرواح، هل كمان لدى الأشجار أرواح؟ علا، أنت لعبتي في الكلمات عشان تحطيني في هذا الموقف. رح أعدل على اللي حكيته، الحيوانات فقط إلها أرواح. لا، أنا ما تلعبت بالكلمات، لأنه فعلياً إذا بحثنا في دراسات النباتات والحيوانات ما رح نلاقي فرق كبير من ناحية إنهم كلهم بتميزوا بخصائص الكائنات الحية كالنمو والتكاثر. ممكن يكون هذا الحكي صحيح. هلأ أكيد بدك يعني أحكي إنه الأرواح موجودة فقط عند البشر عشان تورجيني إنك فهمان أكتر مني؟ لا بالعكس. هلأ بدي أسألك، شو هي الحيوانات اللي بتعتبري إنه إلها أرواح؟ جميع الحيوانات العليا ومن ضمنها الإنسان، الحيوانات القادرة على التفكير هي اللي عندها أرواح. معناته أنت بتعتبري أنه أقل ما فيها تكون الحيوانات العليا حية، لأنه حسب تعريفك للحياة الكائن الحي هو الكائن الذي يمتلك جسد وروح وقدرة على التفكير. معناته الأشجار كائنات غير حية لأنها غير قادرة على التفكير. لا 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 لا، خليني أشرح لك الموضوع بطريقة تانية يا علا. الحياة الحقيقية هي الحياة التي لديها روح، عشان هيك الشجر لا يعتبر حياة حقيقية. بقدر أحكي إنه الشجر عنده أعراض الحياة وليس الحياة نفسها. أها، يعني أنت بتعرفي الكائنات اللاروحية على أنها تظهر فقط على قيد الحياة، والكائنات الروحية على أنها الحياة الحقيقية. معناته هل أنا على صواب لما أحكي إنه سؤالك عن ماهية الحياة الحقيقية بيعتمد على فهم الروح؟ نعم صحيح. وأنت كمان حكيتي قبل شوي إنه أنت بتعتبري إنه الكائنات التي لديها روح قادرة على التفكير، صح؟ نعم. معناته أنت فعلياً عم بتدوري على إجابة السؤال ما هو التفكير؟ شوفي، أنا مشيت معك لهلأ في هذا النقاش يا علا، بس الاستنتاج تبعك مش مريحني. هذا النقاش مو نقاشي يا علا، انت اللي قدمتي كل الحقائق وانا كل اللي عملته اني توصلت لاستنتاجات منطقيه منهم. كثير غريب كيف انه الواحد في الكثير من الاحيان ما بيوثق في ارائه اذا صرح بها شخص اخر. معك حق يا علا، يعني مش سهل ابدا انه الواحد يشرح ماهيه التفكير، بس بتهيألي انه انقى نوع من انواع الافكار هو معرفه شيء ما. عشان الواحد يعرف معلومه ويقدر انه ياكد على صحتها لازم يكون سامع من قبل شخص اخر بياكد على صحه هاي المعلومه او يشوفها مكتوبه في احد الكتب. المعرفه هي الاقتناع التام بشيء ما. يعني لما احكي لك انه هاي تفاحه، انا متاكده 100% انها تفاحه، اظن انه هاي هي المعرفه. ومع هيك بضل مفهوم المعرفة أكبر بكتير من أني أفهمه يا علا. هاي فكرة مثيرة للاهتمام يا علا، هل بتقولي أنه المعرفة مفهوم مش كتير واضح زي ما بنعتقد؟ نعم، لأنه إحنا البشر عندنا معرفة أو قناعات بتخلينا ندرك أنه إحنا بشر، ومع هيك لما نحاول نحلل المعرفة نفسها بنضيع وبنتوه. إذن هل من الأفضل أنه نشكك بما نسميه بالمعرفة ونعتبر أنه فهمنا لهذا المصطلح غير كامل؟ بالضبط، لازم ننتبه من العقل لما يحكي أنا بعرف. تمام، طيب إذا سألتك هل أنت على قيد الحياة رح تجاوبيني بدون شك بنعم أنا على قيد الحياة، وإذا سألتك كيف بتعرفي أنه أنت حية وواعية رح تحكي لي أنا حاسة وعارفة أني حية. مش إذا الواحد حاسس وعارف أنه على قيد الحياة بيكون فعليا واعي؟ مش صح هذا الحكي؟ نعم، ممكن أنه هذا الحكي يكون صحيح إلى حد ما. هلأ خلينا نفترض أنه تم صنع آلة قادرة على بناء جمل باللغة العربية والإجابة على الأسئلة، ولنفترض أني سألت الآلة هذا السؤال، هل أنت على قيد الحياة؟ ولنفترض أنه هاي الآلة أعطتني نفس إجابتك، شو بتقولي فيما يتعلق بصحة إجابة الآلة؟
أول إشي رح أعترض على كلامك، لأنه ما في آلة بتعرف شو هي الكلمات وشو معناها. الآلة بتتعامل مع الكلمات بطريقة ميكانيكية مجردة، زي ما آلات التعليم بتحط فواكه في العلب. وأنا بعترض على اعتراضك لسببين. أول إشي، أكيد أنت مش عم تدعي إنه الوحدة الأساسية للفكر الإنساني هي الكلمة، لأنه من المعروف إنه البشر لديهم خلايا عصبية في الدماغ تقوم بالعمل بناء على قوانين حسابية زي الآلة بالضبط. تاني إشي، أنت حذرتي قبل شوي من استخدام كلمة المعرفة، وهيك عم تستخدميها بطريقة لا مبالية. شو اللي بخليكي تحكي إنه ما في آلة ممكن تعرف شو هي الكلمات ومعناها؟ علا، معقول عم تحكي إنه الآلات بتقدر تعرف الحقائق مثل ما إحنا البشر بنعرفها؟ لسه قبل شوي حضرتك صرحتي إنه أنت بنفسك ما بتقدر تشرحي أو تفهمي معنى المعرفة. كيف تعلمتي جملة أنا بعرف وإنت طفلة؟ من الواضح إني كنت أسمعها بتنحكى حوالي. معناته إنك تعلمتيها بشكل تلقائي، يعني بتحكيها بشكل أوتوماتيكي بدون تفكير. لا، أو بلشت أفهم عليكي. أنا تعودت على سماع جملة أنا بعرف في سياقات معينة، وبالتالي صرت قادرة على استخدامها بنفسي في تلك السياقات بطريقة تلقائية إلى حد ما. بالضبط زي ما بتستعملي اللغة حالياً، بدون ما تضطري إنك تفكري بكل كلمة رح تطلع من تمك، صح؟ تماماً. معناته لما تحكي أنا بعرف إني على قيد الحياة، بتكون هاي الجملة عبارة عن ردة فعل لا إرادية جاي من مخك، وليست نتاج الفكر الواعي. لا، يا أنا يا أنتي استخدمنا منطق خاطئ. مو كل الأفكار اللي بحكيها عبارة عن ردات فعل لا إرادية. في أفكار بفكر فيها بطريقة واعية قبل ما تطلع من تمي على شكل كلمات. وشو المنطق اللي بتقرري فيه إنه هاي الأفكار وصلتك عن طريق الوعي مش عن طريق ردة فعل الدماغ اللا إرادية؟ ما بعرف، بفترض إنه لما تكون الفكرة جاية من الوعي بحاول إني ألاقي الكلمات الصحيحة عشان أوصفها. وشو اللي بيوجهك للكلمات الصحيحة؟ ببحث منطقياً في عقلي على مرادفات وكلمات مشابهة للفكرة وهكذا. بمعنى آخر، العادة هي اللي بتوجه تفكيرك. نعم، تفكيري موجه بعادة ربط الكلمات مع بعضها البعض بشكل منهجي. وهيك برجع بحكي لك إنه هاي الأفكار اللي بتحكي عنها إنها واعية هي من إنتاج ردات فعل الدماغ اللا إرادية. أنا لا أرى كيف بقدر أعرف إني واعية. ما بعرف إذا كلامك صحيح أو لا في هذا النقاش، بس هذا النقاش هو نفسه اللي بيورجيكي إنه ردة فعلك عبارة عن عادة أو سلوك لا إرادي، وإنه ما عندك تفكير واعي بيقدر يوصلك لمعرفة إنك على قيد الحياة. هل أنت فاهمة فعلياً شو قصدك لما تحكي أنا على قيد الحياة؟ ولا هي الجملة بتيجي تلقائياً على مخك بدون ما تفكر فيها بشكل واعي؟ أنا كتير متلخبطة حالياً وما بعرف إشي. من المثير للاهتمام كيف إنه العقل بيفشل لما يحاول إنه يستكشف قنوات جديدة. شايفة قدي فهمك صغير لهاي الجملة البسيطة أنا على قيد الحياة؟ نعم، صراحة لازم أعترف إنها جملة مش كتير سهل الواحد يفهمها. بظن إنه بنفس الطريقة اللي استخدمتي فيها هاي الجملة بتظهر العديد من أفعالنا. إحنا بنفكر إنه أفعالنا بتنشأ من الأفكار الواعية، ولكن مع التحليل الحذر بنقدر نشوف كل جزء من هاي الأفكار على إنه أوتوماتيكي وبدون وعي. إذا الشعور بأنك واعي هو مجرد وهم ينتجه الدماغ بردة فعل لا إرادية تحث الشخص على النطق بدون فهم، وينحصر الكائن الحي الحقيقي أو الحياة الحقيقية في مجموعة من ردود الفعل المعقدة. إحنا كبشر نعتقد إنه في إشي مميز بالطريقة اللي بنشوف فيها العالم، مع إنه إذا فكرنا بالموضوع على مستوى أكبر بنلاقي إن فعلياً عايشين في حلقات ضيقة ومغلقة، حلقات متكررة. إحنا ما بنقدر نعرف الوعي لأنه الوعي غير موجود. بالنهاية أنت اللي قلتي لي يا علا رأيك بالحياة. أنت وصلتي لاستنتاج ولبستيني إياه مع أني ما حكيته. ما علينا، هذا الموضوع كتير كبير معقد وما بنقدر نختصره بحلقة واحدة. لازم أعمل حلقة عن هذا الموضوع.